هل يجوز التداوي بشحم الذئب؟ لا يجوز. الذئب حرام، شحمه ولحمه ودمه وجلده كله حرام، سباع ما يجوز هذا. والتداوي لا يكون بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، دواء مباحا، ما ترك الله شيئا من الدواء إلا أنزله. فيبحث عن الدواء المباح ولا حاجة إلى الدواء المحرم.